ما تقلقيش، دي بس شوية حلب. وعم يلا هنتحرك. معانا فلوس دلوقتي. استغلتيني عشان تسرقي. ازاي عملتي كده؟ كنت بثق فيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ ورجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله ينال اعجابكم اصدقائي. لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك اصدقائي لنستمر. ومثل ما بتعرفوا بهاي القصة لعبة ديدرويد اصدقائي، مثل ما شفتوا قبضنا على المجرم بالحلقات السابقة وثم اخذناه التحقيق، وفي التحقيق استجوبناه انه كان عم طالب انه يكونوا هدول الاليين احرار، ما يكونوا مثل عبيد، انه هن يكونوا اسياد. غريب يعني الامر. لكن بعد ما انه خلصوا استجوابه مثل ما شفتوا صار يدمر نفسه، وبعدين طلبوا مني ان اتدخل او استسلم، فكتبت تدخل فقتلني وقتل حاله. وهلا راح نتابع نشوف وين راح نصل اصدقائي. يلا هاي الباص يمكن تكون كارا والبنت. هاي الباص اجى اظن لاني كانت بالباص اخذوا شيء تركناه. كان باينين لاخر الخط. تمام وصلنا نهاية الخط. ايوه لازم تمشي. القصة يلا لازم نمشي. بس وين حيروحوا يعني؟ وين؟ اي مكان، ما في اي مكان يتجهوا عليه. بهوب يلا. لاني ما في مكان فضلوا بالحافلة اخر خط. نشوف نكمل يلا. البقاء هنا بحث عن مأوى. تعرف مكان تاني نبات في الليلة دي؟ ما عنديش اي فكرة. لازم تمشوا يلا. ما عنده اي فكرة. طب يعني قلنا فندق كذا يعني ما بعرف، بس بيعرفوا قلنا امشوا. ايش هو قالي يعني؟ مشى تمام. اوه الدنيا مطر يا شباب، الدنيا مطر. وين راح تروح كارا والبنت؟ اوه بردان البنت. انت كده كويسة؟ هنلاقي مكان نبات فيه الليلة دي. يلا في مكان هنيك عم شغلون نار. يلا يا أليس لازم نتحرك. أليس أليس انت جسمك متلج. أنا كويسة، أنا مش بردانة. شكلك تايه. ما عندناش مكان نروحه. أعرف واحد ممكن يساعدك. هو قال مثله بيعطيها المعلومات. لكن ده الناحية التانية من المدينة، محتاجين مكان لليلة دي. بعيد هذا المكان كتير، فما راح فكر يعني وين دي يروحوا. يلا يا أليس لنشوف بردان يا أليس. شكرا لاستخدامك أوتوبيسات ديترويت. ايوه فيهم سوبر ماركت، نروح على السوبر ماركت نشوف ايش ممكن نساوي بالسوبر ماركت. بصي المحل لسه فاتح، متهيألي ندخل جوه على الاقل نبعد عن البرد. حدث لأليس لنشوف ايش راح ندبر خطة. استخدمي أليس. أليس انا محتاجة مساعدتك. شايفة العلب اللي هناك؟ روحي عندها وقعيها.
لكن ليه؟ أرجوكي ثقي فيا. أوكي. بتوقع الكولا، فبيقوم صاحب المتجر بيطلع إيش فيه ونحن بنسرق الدرج المال. هاي خطة مدروسة. انت كويسة؟ اتعورتي؟ ما تقلقيش، دي بس شوية حلب. وعم يلا اخذنا شوية فلوس ممكن نستأجر في اوروبا. ما هو يعني مضطرين. سرقناك. نعتذر من دقائق، احنا ما بدنا بس مضطرين. معنا فلوس دلوقتي. استغلتيني عشان تسرقي. ازاي عملتي كده؟ كنت بثق فيكي. خلص حالته صعبه صارت. تبرير حقيقه عدم تبرير تبرير تبرير. كنا محتاجين فلوس وكان لازم الاقي أيوة. طريقه. هنشوف وين هنتجه. المكان ده في هنا، هتحس انك احسن بسرعة. بتعملي ايه؟ دي مش هدومنا. محتاجينهم يا أليس، محتاجة ملابس تدفيكي وانا لازم اخلص من الهدوم دي. لكن كده سرقة، ما نقدرش نعمل كده. انا اسفة يا أليس بس لازم نعمل كده. فضيون لازم نغير لبسنا عشان ما حدا يعرفنا ولا حدا يعرف اي. لازم تلبس أليس وهي يغيروا اللبس. لا هيك أفضل. حسن حلو إنه يشوف واحد نايم. عاوزة أوضة. عايز 40 دولار مقدم. اديني اسمك وعنوانك. يلا اختارت عنوان من عقلة. ممكن اشوف رخصتك؟ احنا كنا مستعجلين تقريبا نسيتها في البيت. ما تقلقيش احنا هنشوف لها حل بكره.
ليلة سعيدة. سلام. يلا حصلنا على منام. يلا بينا يا ألس. وأخيرا. تفتكري انه صدقك؟ مش عارفة يا ألس، اللي عرفه انك هتبقي كويسة الليلة دي. يلا 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 يلا. هلا بعد ما اخذنا جار الغرفة رح ندخل على الغرفة. ان شاء الله تكون كويسة الغرفة. هلا كرت طبعا. جيد. غرفة جيدة. تحدثي إلى رسم. يلا هاتي الجاكت. خلينا نغير الهدوم دي لأنها مبلولة. لو تعرف كان مطر كذا. هحطها في الحمام تنشف. ايوه هون حطيناه محل ساخن. راح تبس. ليه ما حبنيش؟ ليه كان دايما متضايق مني؟ انا بس كنت عايزة اعيش زي البنات التانيين. يمكن انا عملت حاجة غلط، ما كنتش استحق حبه، عشان كده كان دايما غضبان. انا بس كنت عايزة نكون عيلة، كان نفسي يحبني بس. ليه ما ينفعش نكون سعدة؟ مش عارفة. انتي هتسيبيني في يوم؟ اوعديني انك مش هتسيبيني ابدا. اوعدك. اوعدك. هنفضل مع بعض على طول؟ للابد. لازم تنامي شوية. أنا هطفي النور، أوكي؟ هاي طفينا. تمام، يعني عطتها الوثوق والحنية. طبعا أصدقاء ما شفتوا، والله أخذنا الغرفة بالفندق وناموا الليلة، وغدا ما بعرف إيش راح يصير فيهم. أصدقائي لا تنسى تحط اللايك والتعليق والاشتراك. أصدقائي نستمر معكم مثل ما بتعرفوا، راح نتابع في الحلقة القادمة إن شاء الله قصة أليس وكارا. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.